انت البطلة وانت الاساس وانت الحدوتة. احكي حكايتك. دكتور سيد الاخرس. انا مشاركة في حملة احكي حكايتك، عاوزة احكي واقول لكل ام وانبه بشدة، لان البنات الصغيرين، اي ام عندها بنتها بتشتكي من مغص شديد في الدورة، او بتشتكي من تقل جامد في بطنها من تحت، او امساك شديد جدا يعني غير طبيعي، او ظهور شعر في وش البنت قبل البلوغ وهي لسه ما بلغتش، او اول ما تبلغ اذا بدأ يظهر شنب او في الدقن شعر او في جسمها شعر زيادة او مغص شديد او اي حاجة، هتحس ان بنتك مريضة على طول، تروحي بيها لدكتور امراض نساء شاطر. ما تروحيش بطنة ولا جلدية ولا ليزر عشان الشعر ولا 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 يعني ولا بطن عشان المغص. وبعدين اوعي، احذري في الاثناء دي تروحي لجراح يعمل لك الزايده، ممكن بيشيل الزايده مع المبيض لانه مش عارف حاجه. روحي لدكتور نسا شاطر، شوفي بنتك عندها ايه، شوفي الاسباب دي جايه لها من ايه، وخصوصا سقوط شعر الراس من قدام. لما تلاقي بنتك بتصلع والشعر بيقع يقع يقع، ما تروحيش تجيبي دواء وسقسقه للشعر ب 400 وب 600 وتعملي مش عارفه يعني خلايا جذعيه وبتاع، لا، دكتور نسا شاطر يشوف كل ده، زائد ان انت بنفسك تعملي سونار لبنتك للبطن وانت تاخدي تقريره وتخلي دكتور يفسره لك عشان كده تعرفي عند بنتك ايه. لان انا غميت 10 سنين لغايه ما بنتي كانت هتروح مني وكانوا هيشيلوا لها الزايده مع الرحم، وبعدين فوجئت بعد كده ان كل ده سببه امراض النساء واللي هي بتيجي في المبايض. فكل ام توعى لبنتها وتراعيها وتجري بيها من اول يوم على دكتور نساء شاطر، وتعمل سونار بنفسها وتبعت حد يشوفه بنفسها في ايه في بطن بنتها من تحت، واحذروا من الذهاب للجراحين فورا قبل الدكاترة ما يشخصوا ان دي محتاجة اي عملية بس. وربنا يشفي كل مريض ويوفق كل ام تراعي ولادها وتهتم بيهم.